صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. ازيك؟ اشربوا ايه؟ قهوة سادة. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا، علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم الموقف. والله انا سامح اللي مش فاهم، انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه، وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي، وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ ذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها، واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه، وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم يا سامح، هتديني حاجه مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ نقعد، احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجنن غالبا. يلا بينا. يلا. وادي شهادة الميلاد وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. انت وفتون. يا معلم في ايه؟ هو اللي قال لي كده. برضه راحت له الجزمه من ورايا. انا كنت خلاص مش عايز الورق واستعوضت ربنا في الاربعة مليون. والله وعليت بايه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد؟ هي كانت مراتك ولا ايه؟ قفل النبي يا ايهاب على الحوار ده خالص. طب ما تك اسمها سالي. سالي؟ لا. غريبه. كريم قال لي انها كانت شغاله عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ قابلت الصبح في النادي وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي. كملي بس كده. هو ده اللي قاله لي. كريم فين ماما؟ اهلي. مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقوله بتطبخي بنفسك؟ بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوه دي. البس. يلا يا دوسه لو سمحتي. الله ينام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متاخر. يلا نروح ننام. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ زمان. تحولي. هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش. لا، الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس، مش هيعملوا حاجه زي كده. لا انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في الميني قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني.
أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني أنا لبنى، وفي الشركة أنا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندرية، كانت أيام هدوء. بس تعرف مين أكتر واحدة وحشاني فيهم؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. تاني؟ ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متاخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر، واللي جايبك دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا يا ادل، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى، انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سمر. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفت عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام، انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. بقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبعك كمان. بس يا راشد. ايه ده؟ ايه ده انت مين؟ ده راشد يا ماما، راشد جوز عسليه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسليه فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسليه، اسمها داليا نور، متجوزه بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركه روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقه بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد بعد. تمام. استنى، رايح فين؟ انا هاجي معاك. انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي، هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقينا عسليه. التخريف ده زي ما بقول لك كده. عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات، امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركة ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشية ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها لو انا اعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركة، شركة مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكلة؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك.